مرحبا، معكم عامر حليحل. أنا كتير سعيد أنه أوصل مع مسرحية طه لملبورن عشان ألتقي مع الجمهور العربي والفلسطيني اللي متواجد في ملبورن في أستراليا. مسرحية طه هي مسرحية عن الشاعر طه محمد علي ابن قرية صفوري المهجرة عام 1948. المسرحية بتحكي القصة الفلسطينية عن طريق قصة الشاعر، قصة التهجير، قصة النكبة، وقصة الخسارة الفلسطينية، وقصة الحلم الفلسطيني. فراح أكون كتير سعيد إنه ألتقي فيكم ما بين 10 و14/7 في الستيت تياتر في ميلبورن. شكراً.